شكرا لسمير العزيز تركي شديد، شكرا لكباتنا الاعزاء في الاستديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله ابو السواد، كان هناك عمل اداري كبير جدا، ايضا تعود على جهه اليسار اليسار الى كيسي حولاوي، طلب الكره من جانبي كيسي يلي بالنجوم والصخب والاثاره والدراما الكرويه والبحث عن هدف ثالث. هذه ثاني مره يلتقي فيها الفريقين في افتتاح الحلول بعوده الى الوراء. فرانك كيسي عطى كيسي بتمريره لانه في الحضور على مستوى انه اهلاوي سابق مع سياليوسكي، خاطئه منك لكن استعادها كيسي، لمسه باتجاه فرانك كيسي يحاول تغيير اتجاهه على مستوى الدوري ان يكون التنافس اكبر. ثلاثه اربعه الى فرانك كيسي يغير اتجاه اللاعب، يوزع محمد الثاني هو الخيار القادم والتغطية بعد ذلك كيسيو استقبل في الدفاع محرز بكرة رائعة في ليدز يونايتد الإنجليزي. طويلة من جانب كيسي في أقصى جهة اليمنى، وست دقائق أضاف الحكم، دقيقتين تقريبا انتهت، أربع دقائق.